نرحب بالسيد سعد عاصم الجنابي، أمين عام التجمع الجمهوري العراقية، والذي يقوم بتجربة رائدة للمصالحة الوطنية الميدانية بين أهالي بغداد وضواحيها لتقريب وجهات النظر بين الطوائف والفئات العراقية. بداية سيد جنابي، تقومون بهذه المبادرة الشعبية للمصالحة بين الطوائف والشرائح العراقية، ماذا تعني هذه المصالحة وماذا تمثل؟ حقيقة إنها توأمة بين أبناء الشعب العراقي وليست المصالحة، لأن حقيقة الأمور لا يوجد خلاف بين أبناء الشعب العراقي، ولكن هنالك خلاف على المستوى السياسي أو مستوى الكيانات السياسية. أما بالنسبة لأبناء الشعب العراقي لا يوجد خلاف بينهم نهائيا، وخاصة بعدما قمنا بالعمل الميداني المباشر مع أبناء الشعب العراقي على المستوى الشعبي. ولكن عفوا سيد جنابي، ولكن عفوا يعني الفئات الشعبية أو الشعب العراقي قسم أيضا للمصالح السياسية والطائفية، أليس كذلك؟ هذا من المنظور العام، ولكن حقيقة الأمر الكيانات السياسية الطائفية والعرقية كانت القوة الدولية تنظر لها كأنما هي ممثل الشعب الوحيد. حقيقة الأمر أنهم لا يمثلون إلا جزء بسيط جدا من الشعب العراقي في التوجهات الطائفية أو التوجهات العرقية، وهذا السبب اللي خلقت لنا كثير من المشاكل، وشفنا العراق ما استقر من فترة الاحتلال ولحد الآن. أما بالنسبة لأبناء الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، هم توجههم وهويتهم الحقيقية اللي هي الهوية العراقية الوطنية. طيب نعم. هل هذه المبادرة التي تقومون بها متبنات من أي فئة سياسية أو حزب أو تيار سياسي، أم هي فقط مبادرة شعبية للوصول لما ترونه مناسب؟ إنها مبادرة شعبية خالصة. هناك مساعدة من التجمع الجمهوري العراقي، بعض الوطنيين والحركات الوطنية الأخرى التي تساعد في هذا الأمر. أخذنا على عاتقنا في العمل المباشر مع شخصيات ووجوه والمؤثرين في مناطق مختلفة في بغداد، ونجحنا في مناطق مختلفة، ولحد الآن نعمل مع إخواننا في مناطق أخرى لعمل هذه التوأمة الحقيقية.